اوكي. طب جاد، انت خلينا نرجع شوي لجاد. انت انسحبت من التيار الوطني الحر، كان عمرك 26 سنة، حاليا لا 26، 26. قلت حكى اسمع 29 عم بحسبهم. لا 26، لا I did my homework well. قديت او بتنزعج بالاحرى من هيدا الهجوم الزائد اذا بدك على عهد ميشيل عون، او يعني بتشوفه political assassination عم بيكون لما ينقال انه عهد ميشيل عون هو عهد الانهيار؟ هذا ما له علاقة، انه انا كنت بالطيارة، كنت كمناصر بالطيارة. سابق للتيار الوطني الحر. ايه بس جوابي ما له علاقة بهذا الموضوع، لانه انا كمناصر سابق في كثير ناس من التيار بينظروا لي بنظرة سلبية، يعني لاني هيك فانا ماني موقع دفاع عنهم ولا كنت بعدني معهم، وكان كسيبة الي اكثر بكثير يعني صدقيني. في كثير ناس بعرفهم منيح، يعني بتقدر توصل لمحلات كثير عالية اذا الواحد، يعني اذا الواحد بده يشتغل منطق مصلحة. لا بس ايه في نوع من استهداف بالسياسة لا مش العون، وتنقال انه العهد هو سبب الانهيار. شو عهد؟ يضحك الموضوع. اول شيء ما في شيء اسمه عهد تنبلش، هيدي يعني هيدي كمان من ضروبة الذكاء تبع العونيين بشكل عام، انه تبنوا هيك تسمية يعني بوقت انه لا تعتير ولا صلاحية، انه جزء من نظام كل الوقت قبل العهد وبعد العهد ما بيتغير شيء. بيتغير قوتك بقلب النظام هيدا، انك بدل ما تقدر تعين 10 صار فيك 12، صح؟ بس انت كنت قبل ما تجي على رئاسة الجمهورية جزء من هذا النظام، وبعد ما تجي على رئاسة الجمهورية جزء من هذا النظام. هلا بسائب الانهيار على ايام العهد، بصير العهد هو سبب الانهيار. هاي بتضحك بس منو المسؤولين عنه؟ بلا مسؤولين، لانه كان فيهم يعملوا 100 شغله بهالاربع سنين قبل ما نوصل لهون وما عملوا شيء منهم. لبن راحوا العكس، راحوا تسوي مع سعد الحريري ونسينا كل شيء صار من 93 لليوم. كنا نقول الحريريه حبل مشنقه، اقطعوه قبل ان يعني ما يقطعوا كله. بتتفق مع جبران باسيل وقت يقول ما خلونا؟ انا بلاقي انا قصه ما خلونا انا بتفق مع لحديه نقطه معينه، اذا اجى الجواب غلط عليها بتصير نفاق بنفاق. لكن شو النقطه؟ بكل بساطه انا رح اخذ كل الناس بحسن نيه تنشوف الارجيومون نفسه، هالحجه اذا تقوم نصير راي منها. طيب بيجي واحد بيقول انا ادم، انا عم جرب اعمل اصلاح، هوليكي ما بيسوا وما عم يخلوني لانه اكثر مني واقل مني وساعك. طيب تيجي بتقول انت فليكن انت لك مثلا 10 سنين بهالسياسه هاي، 10 سنين ما عم بيخلوك انت، اذا كفي حزب سياسي بدك تعرف ليه ما عم بيخلوك، شو السبب اللي ما عم تقدر، وجرب تعالجه. لانه ساعتها اذا بضل ما عم بيخلوك، طيب متى حسب بتخلص الوضعية. القصه؟ بصير السؤال طيب انتم ما عم بيخلوكم لانه حكومات وحده وطنيه، لو كنت جزء من اكثريه اسمها 8 اذار ولا انت عندك رئيس جمهوريه، انت دائما جزء من وحده وطنيه. تيجي بتسأل طيب ليش ما بتعملوا حكومة أكترية تحكم وأقلية تعارض، روحوا استلموا هالحكم وقت تكونوا أكترية وكذا. توصل على منطق بيقول لا في ميثاقية، الميثاقية إذا صار في وحدة مش أقوى واحد عنده فات على حكومة بتكون الحكومة منها شرعية. هلأ التيار عم يعمل معركة ميثاقية على الحصة المسيحية ومين له حق يسميهم وكذا. طيب سؤال، هول حاجتين كيف بيزبطوا مع بعض؟ إنه أنت إصلاحي وما عم بيخلوك، وبس ما فيك تحكم الا مع اللي ما بيخليك، وبنبقى مدى العمر يعني حتى لو انت ادمي انت محكوم عليك بالفشل. ما بدي حدا فاشل انا يحكمني، خلينا يا بتقدم لي طرح حل يا منه حل. بس لاختم شغله بقصه مسؤوليه العهد وكذا، يعني مسؤوليه العهد قائمه من تمديد لرياض سلامه للتسويه مع سعد الحريري لكل الحكومه. بس في شيء دائما هذا البلد في نفاق وفالت. طيب بصير التحرير سنه 2000، وقتها انه امين لحود عهد التحرير يا ثائب، انه في حزب الله بفهم هو كان رئيس جمهوريه. الاقتصاد بتضحك اكثر، اذا بتتذكري بوقتها بال 2008 9 10 وما لحقنا ال 11، هو 3 سنين صار عندنا النمو شي 8.5% وازدهار وكذا. شو كان سعد الحريري خاصه من 9 على 10 هو رئيس الحكومه،
بال2011 بيطيروا سعد الحريري، بيجي مئات، بينزل النمو لل1%. طبعا جماعة المستقبل بيصيروا انه نحن ايامنا كان النمو، وليكو بعد من هالحمير مئات ما بيعرفوا يعملوا اقتصاد، ما بيعرفوا شيء. هن للاول ذكي وللثاني حمار. هي سبب كثير بسيط، ما خصهم في اثنيناتهم. عملوا اتفاق الدوحة بال2008، زبطوا الوضع بالبلد، رقنا هيدو. اجت الشنط. مش بس الشنط، صار في انهيار عالمي بالاقتصاد العالمي. اللبنانية خافوا، هربوا مصرياتهم على لبنان لظرف سنتين ثلاثة، رجعوا بعدين وقت مشي الحال سحبوهم. وكان سعر النفط صار 140 دولار البرميل، صار كل شيء في مال بالخليج فوائض، جزء منه يجي على لبنان في سرية مصرفية وتبييض أموال بدك. خلق فوتنا على البلد ظرف 4 سنين شي 50 مليار دولار. اوكي، صار الحريري عم بيعرف يدير الاقتصاد. يعني اذا 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 السبب هو، يعني هو احد اسباب الانهيار العالمي، ما هو ما له علاقه بالشغله. يعني هلا اجى مئاتي، اسوء حكومه بتاريخ البلد، يعني ما حدا يفكر عم يدافع عن مئاتي، اسوء اسوء من حكومات السنيوره. اوكي، بيجي مئاتي بتبلش الحرب بسوريا، بيسكر الحدود مع لبنان، بيقشط برميل النفط، اللبنانيه بيراجعوا مصرياتهم على دولهم، رجع الاقتصاد فيها يشتغل، والخليج اللي باقي عنده من مصاري عم بيوظفها بالمعارك بالمنطقه كلها سوا. كل الشيء اللي عمل لك نمو اختفى وراح، صار حكومه مئاتي. الكلاب الحمراني مسؤولين ولا بالزكاه مسؤولين، هو مش مسؤولين عن شيء. طيب برأيك زاد وصلنا على جهنم؟ أو لا بل للاسف، يعني نحن على الطريق الصحيح عم نوصل، بس انه بعد على في جاي الطريق الصحيح للوصول إلى جهنم، بعد ما تكسنا إني يعني برأيك. أي متى متوقع نوصل على جهنم؟ ما في. لك جهنم هي state of mind، يعني هي منا مرحلة نقطع فيها. جهنم هو شيء أنا حبيت شو كانوا مسميين مش صندوق النقد، بنك الدولي، كان عامل تقرير شو سميه الكساد، يعني المقصود بهالمعنى، ناسي كيف كانت تعمل هذا، انه الانهيار المقصود اللي عم بيصير عنا هو خيار جهنم، هذا الريسك مقابل البقاء في السلطة كما هي. أما الخروج من السلطة أم تغيير شكل السلطة، مش ضروري الخروج منها، تغيير شكل السلطة لتفادي جهنم، الخيار هو البقاء في السلطة ولو في جهنم. هذا فهو خيار، يعني بالنسبة لنا نحن ضحايا. اوكي، لا بتجي جهنم ولا بيجي الفرج، يعني بس نحن طالما الناس بعضها بمنطق استسلامي امام الواقع، اما انهزامي اللي هو بيجي معه الاحباط وكذا شغلة، هيدا كله اذا بده يبقى هو حاكم عقل الناس، الناس تلقائيا سحبت حالها من اي فعالية سياسية، وإذا تسحب حالك من الفعالية السياسية انت ضحية، حتى وقت تستفيدي انت ما خصك بالاستفاده. مش هيك كل القرار وكل الخيارات هي عند سلطه سياسيه من 4 5 اشخاص. طب جد برايك انت، في عنا نموذج، عنا نموذج بيرتكز عليه لبناء دوله؟ يعني نحن بالاساس اذا بدنا ننظر على لبنان، فكره مشروع بناء الدوله ما موجوده، عنا نظام طائفي. هل برايك في نموذج او في بوادر، انت كجد غصن بتلاقي انه في نموذج لتغيير هيدا النظام الطائفي وبناء دولة، أو البدء إذا بدك بالسير نحو بناء الدولة؟ لا أكيد، قصة تصعيب الحلول هي من مهن سياسيين تيقنعوك إنه الواقع المزري اللي نحن فيه لا حول ولا، ما في شيء. يعني نحن دايما كأنه الله خلقنا وكسر القالب، إنه لبنان يعني الوحيد على يصير الكرة فيه الأرضية عشائري دين. فيها النقطة ما عم تعرف تزبط. طيب خلينا نطلع بأوروبا، مش دايما هي المثل إنه ليك أوروبا إنه شيء عظيم؟ أوروبا بقيت 100 سنة بحروب طائفية بين ما كانوا بعض الدول بأشكالها الحالية، يعني كانت أوروبا شكلها كانت البروتستانت دولة، ورجعوا بعدين عملوا 15 غيرها، وبعدين حروب قومية. الخروج منهم هو مسار، والخروج منهم بده إرادة للخروج منهم، ولكن الأهم
بده تجميع مصالح، مصالح يعني اللي عم بسمع. انا حتى من الناس اللي انا اشجع يعني كل الناس المعترضه المنتفضه اللي منا بيحزن، في جزء منهم مش كلهم عم بيفهم السياسه فقط من واقع اذا بدك فكري مجرد، يعني مورال حتى قيمي، انه هو منيح وهو عاطلين بدنا ننزل على الشارع يروح يفلوا على بيتهم، كانه عندنا حقوق مكتسبه، انه الحق يجب ان ينتصر في نهايه هذا المسلسل. مش هيك السياسه، السياسه للاسف القوه تنتصر بغض النظر الحق وينه، معه ولا مع غيره. اليوم بده واحد يفكر بالحق ويشتغل له بمنطق قوه، ما في يفكر بالحق ويعتبر انه انا الي حق، بصير مغنج يعني بالسياسة، هذا غنج الواقع. برأيك وعي، في الناس عندها وعي كافي؟ ايه انا ما في، انا من الناس انه مثلي مثل العالم، انه ما فيك تقيمي مجتمع بمنطق فردي انه هو واعي ولا مش واعي. المجتمع هو شيء كومبلكس، شيء مركب من مجموعة افكار متباينة بعمقها باهتماماتها بمصالحها. الفكرة هي بالإدارة والقيادة. ايه بس جاد الوعي منه شيء لحظه، يعني منه ابن اللحظه، هو مسار جدلي، يعني اخر النهار هو مسار جدلي، يعني في طريق. انت برايك بلبنان، يعني عبر التجارب التاريخيه اذا بدنا نقول نحكي من اعلان دوله لبنان الكبير لهلا، برايك لو كان في عنا هيدا المسار الجدلي المبني على وعي كنا وصلنا لهون؟ لك المسار الجدلي هو يفرض نفسه بحكم الأمر الواقع، اللي بيمنع اللي بيعيق التطور الطبيعي هو أحداث بتدمر البنى الفكرية من أساسها. أنت بتكون عم تبني هالمبنى حجرة ورا حجرة، يمكن ياخذ 200 سنة بس عم ينبنى شيء. طيب بيجيك حرب أهلية 15 سنة بتهجر نصف المجتمع، بتغير سلم القيم لمحل ببطل له معنى، معك شهادة شاطرة مش شاطرة تاخدي وظيفة أما تترتقي بالسلم الاجتماعي. في واحد معه كلاشن بكعب الحي، يعني يمكن ما مش طارب ضربة علم ولا شغل بحياته، هي حاكم الحي شئت أم أبيت. تبع 15 سنة بيخلق نوعية علاقات، نوعية مصالح وتشابك بتصير هي ثقافة، خصوصا إذا خلصت حرب بمنطق إنه تعوا تهو نعملهم زعماء وزراء ونواب، هول تحكموا المسار الفكري بصوره معاكسه. مش هيك انا ماني مع الحتميات التاريخيه. هلا في كتير ناس بتعتبر انه شو اشتدي ازمه تنفرجي، هول حلوين بالعربي يعني، بس ليه بالحياه ما لهلا في شيء من مثلا النوع. عندنا فإذا معارضة محقة؟ يعني الناس اللي برا، اوكي، اللي فلوا من لبنان او اللي تهجروا من لبنان الى دول الخارج، اللي هن نسبة كتير كبيرة، ليه ما اشتغلوا سياسة حتى من برا، لمثلا انشاء جبهة معارضة بالتعاون مع اللي موجودين هون؟ برأيك ليه ما عندنا جبهة معارضة قوية؟ المشكل منه بالداخل وبالخارج، المشكل انه هذا اللي بده يطلع برات البلد بده يكون حركه سياسيه، بده يكون لها اجرين، الاجرين بده يدقوا بالارض اللي هي لبنان، بده يكون لها قاعده شعبيه تنظيميه لو قيادتها وين ما كانت تكون. الفكره هي انه انت البنى السياسيه اللي على اساسهم بتشكل احزاب وبتشكل راي عام وبيتفاعل الراي العام مع بعضه فيها كلها تهدمت. يعني انت عندك احزابك منا احزاب، احزاب تتكون احزاب مفروض تكون هي مجموعة عالم اتفقوا على هدف مشترك وقرروا انه سوا بدنا نجرب نحققه، لانه هذا ما بيتحقق فرديا. وتبلشي تحقق هذا الشيء بتتنظمي وبصير عندك برامج، بصير عندك جوا ارتقاء لتخلقي نخب ليقدروا يحملوا هالفكرة هيدي ويحكوا فيها مع الناس، لتوسعي قاعدتك الحزبية بهدف تجيبي أكترية وتحكمي الجمهورية لتطبقي مشروعك. أحزابنا نحن في شخص بيجي لا فكرة ولا تعتير، بيجي شخص عنده ولاء، اجى نتيجة لحظة تاريخية، اجى نتيجة معركة، اجى نتيجة حرب، اجى نتيجة حماية، كتير ظروف مثل العشاير يعني، بعدين بتصير بالنسب بننسى ليش، بيبقى في هذا الشخص بتصير الثقة كلها له من لزمه السياسي، بطل نحن على عم نرتقي ولا عم نخلق نخب، وعم نلزمه انه انت خي اشتغلنا، انت بتعرف، انت شايف المستقبل، انت بتقرا بانتيناتك، هو كل الاخبار اللي بنسمعه هون
ببطل اصلا هيدا، لانه انت اخترتيه طائفيا عم يشتغل حتى بمنطق الحزب تيجي يحكم. ما هيدا اللي ماروني ولا درزي ولا سني ولا شيعي ما بعمره بجيب اكتريه بالمجلس، لانه عم ينزل على المقاعد المارونيه. ما هيدا ما عنده الزعيم نفسه والحزب نفسه ولا مره براسه براس جماعته المنضميين له، يعني انه هو بدهم يحكموا لحالهم، بدهم يجوا فريق يحكم. هول دائما عم يفكروا حصتي من الحكم، حصتي من الدولة، بس ولا مرة عم يفكروا دولة، أنا دولة. وقت هيدي الفكرة تركب، كل الثقافة السياسية تركبت غلط. تخيليها على 100 سنة شو بتعمل بالوعي العام. زيدي عليها وين في شيء اسمه public spaces. public spaces فيها تكون حزب، فيها تكون نوادي اجتماعية، فيها تكون الجامعات والحركات الطلابية، النقابات، كله تفجر، كله تفجر، كله احتلته. هول العشائر الطوائف احتلوه. كان في عندنا نقابات بالتسعينيات، ما اذا بتتذكري كنا صغار يعني، بس كان في الياس بورزق، كان في الياس بورزق وينزلوا مظاهرات ويسكروا الدنيا. على وقت اجى جاك شيراك هددوا بدهم يعملوا مظاهره قدام المجلس، هو جاك شيراك قدام المجلس بعتوه، عملوا حاله طوارئ، اعلنوا حاله طوارئ ببيروت ومنعوا التجول ليلا. هاي دولتنا كيف ردت على حركه نقابيه؟ شو مثل غسان غصن وهلا الاشقر ما بعرف شو اسمر. طب وين النخب هلا بلبنان؟ هلا الازمات مثل الازمه اللي احنا مارقين فيها هلا هي فرصه مع يعني كل مآسيها جد. بس انت عم تقول فرصه، 17 تشرين كان فرصه لانه تبرز النخب وتشتغل سياسه وتقدم طروحات وبدائل، ما استغلوا الفرصه برايك؟ بلا لحظة استغلوا الفرصة؟ يعني تنكون بالانسد. انا محبط يعني من انه قديش كانت امالي اكبر صح، بس بنفس الوقت منك ملاحظة قديش في عالم ما كنا نعرفهم قبل الازمة عم يطلعوا، صار على التلفزيون، صار عندهم بقى. هاي لولا الازمة انت برأيك هل رح يكون في إلهم وزنهم بالانتخابات الجاية مثلا؟ هل هم عم يشتغلوا على مشاريع؟ يعني اذا بدك تيجي تسال الناس اللي بالشارع، اوكي، انه انتم مين بتشوفوا مثلا عم بيقدم بدائل او طروحات، بينذكر اسم واحد، منفذ مواطنون وفي دوله شرب النحاس، اوكي. في اسماء ثانيه بتصير اسماء فرديه، ناس مثقفه، نخب، ولكن ليجتمعوا ليعملوا تكتل قوي بمواجهه هيدي السلطه، انا ما بدي اعتمد على الفرد، اوكي. ما فيني الفرد لحاله ما رح ينجح بمواجهه سلطه صار لها 30 سنه بهيك نظام، اوكي، صح. اذا حدا بده ينقي، بده يواجه سلطه، بده يقدم طروحاته، بده يكون قوي، ما بده يعتمد. الوحيد اذا بدك اللي الناس بتتداول باسمه حاليا انه هن عم بيقدموا طروحات، عم بيقدموا قصص ملموسه مش مجرد حكي على الشاشات، يعني بلشوا يشتغلوا سياسه، بيقولوا لك انه شرب النحاس هو واحد منهم، بس النخب الباقية بعدنا عم تحكي حكي، أوكي؟ فعلياً على الأرض قديش هودي حيأثروا بالشارع، بالحي اللي أنت ساكن فيه، بالناس اللي عن جد لازم يوصل الوعي لتغير بكرة بصناديق الاقتراع. أنا بالنسبة لي هاي تعود لهم، يعني الظرف إجا زاد الطلب عند الناس، زاد الطلب، العرض في شيء من العرض موجود بس منه عاد الطلب واضح. يعني السؤال هلا كل هالشخصيات، المجموعات، الاحزاب الناشئه كلها اللي برزت اخر سنتين بدها تعمل قاعده هلا وتقيم، طيب هالسنتين اللي قطعوا شو عملنا نحن؟ قديش تقدمنا؟ قديش قدمنا؟ انا بالنسبه لي لفتره عم بحكيها حتى باجتماعات مع كثير من المجموعات، يعني انه اليوم الشجاعة هي بقلب الفكرة على راسها بأي معنى. بطلت شجاعة نقول بقى ننزل على الشارع، يعني صارت اكتر جملة مبتذلة ما اقول واحد يسمعها، لبل تدل على يمكن عدم وضوح بالرؤية، لانه بالاخر النزلة على الشارع هو وسيلة، مثل ما انك تعمل انقلاب دموي وسيلة، تعمل ثورة وسيلة، تعمل انتخابات نيابية وسيلة. بدك تنزل على الشارع هي وسيلتك لتحقق شو؟ بدك تقلي اول شيء ليش انا نازل على الشارع؟ قصة انه بدنا نفش خلقنا ونسب الدولة خلصنا. يعني بتصور ما عادش في زوم عنا تويتر، اللي بفوت على تويتر بيسب حاله اخر شيء.
ايه بقى، اذا بدنا نوصل لمحل هادف بدي يعرف الواحد انه هي وسيله لاي غايه. يمكن انا خيي شو بعرفني بدي قانون الانتخابات، عملت انا قانون اشتغلت عليه مفصل هيدا اطرحه، وبيجي بقول انا بدي انزل على الشارع مظاهرات لطالب هيدا وهيدا وهيدا، نواب كتل يقروا هالقانون. بفهم يمكن يكون معي يمكن يكون ضد، بس بفهم هذا تحرك له وله زاد له بدايه. اليوم الشجاعه صارت غير محل، الشجاعه اليوم واحد يقر من بعد اللي صار بواقع الحال هيدا، بده يجي عليه جوابين. اما انا اليوم مجموعه حزب اللي هو عندي مقومات العمل السياسي وانا بنمو جيد بيسمح لي ضمن المدى المنظور، مش عم نحكي بعد 50 سنه لان البلد ما راح ينتهي 50 سنه، ضمن العاليه السياسيه. يعني ما بيقدر يجي ماكرون على البلد يقول بدي اقعد مع مجتمع مدني الا مع رقبته بده يجي يحكي معي، ما انا فارض شرعي بالاوساط السياسيه باوساط المجتمع. هاي واحد، يما عندي قدره على انتاج برنامج سياسي مثلا. طيب اذا لا عندي قدره على انتاج برنامج سياسي بعد سنتين على الازمه، اذا ما عندي قدره على حشد كميه من الناس لافرض حالي بقوت الذاتية رقم ما ممكن تخطي. الشجاعة هي لأنه إذا في مصلحة عامة بذهن القيادات ضمن هالمجموعات هيدي أنه أنا حل المجموعة الغية ضمها لحدا كتير قريب 300 مجموعة، أكيد في كتير منهم بيشبهوا بعض لأنه ما في 300 فكرة سياسية على الكرة الأرضية كلها سوا. يمكن ماشي الحال، لازم يبقى آخر شيء في 4 5 مجموعات بفهم كبار يقدرين يتفاهموا يقدرين ما يتفاهموا حتى، بس ساعتها بفهم المشهد وبصير في شيء له وزن. لأنه إذا كل مجموعة عندها 50 و100 شخص بفوتوا على مجموعة أكبر منهم عندها 4 و5 آلاف شخص، بزيدوا قدراتهم بزيدوا حتى وجوه الإعلامية، بصير عندك أنت ريسورسز أكبر للعمل السياسي وبتكون عم تقوي وجود مجموعات فاعلة. اليوم كل حدا عنده مجموعة، هالمجموعة فيها 5 أشخاص ولا 50 شخص مش قادرة تعمل برنامج سياسي وما عم تقدر لا يكون عندها ظهور لا بالإعلام ولا بالشارع ولا بمحل، من الجريمة أن يبقى فيها هيك شخص. حقه أكيد، حقه في حرية رأي وفي حرية تعبير، كل واحد حقه يعمل يعني بده. بالسياسة أنا بالنسبة لي إذا عم ننبش عن قوة تغيير حقيقي لازم هلأ نجمع كل القوى ضمن دلو، بدنا نحط هالميات دلو بدلو، ما بدي 1000 كباية عشان يتلبطوا واحدة ورا الثانية، بدي شيء له تقل، بدي زيد على تقل في مكان ما. إذا بدي عمل جهد لازم يكون هون الجهد.